هذه هي قلعة الوداد. إن كنت ودادي اشترك في القناة وفعل زر الجرس لنستمر إن شاء الله بتقديم الجديد. الوداد يقترب من تحطيم رقم قياسي لفريق الرجاء الرياضي. يفصل فريق الوداد الرياضي انتصار وحيد لمعادلة الرقم القياسي الذي يوجد في حوزة الفريق الأخضر فريق الرجاء الرياضي في مسابقة دوري أبطال إفريقيا. ويقترب فريق الوداد الرياضي باعتباره الممثل الوحيد لكرة القدم المغربية في مسابقة دوري أبطال إفريقيا من تحطيم الرقم القياسي من حيث عدد انتصارات الأندية الوطنية في مسابقة دوري أبطال إفريقيا. ويبقى الرقم القياسي المسجل إلى حدود النسخة الحالية في منافسات العصبة في حوزة الفريق الرجاوي الذي تمكن من تحقيق 64 انتصار. ويفصل انتصار وحيد فريق الوداد الرياضي عن معادلة رقم غريمه التقليدي الرجاء الرياضي إذا حقق الفريق الأحمر 63 انتصار. يشار إلى أن فريق الرجاء الرياضي غادر المسابقة الأغلى على المستوى القاري على يد فريق الأهلي المصري، بينما يواصل الفريق الأحمر المنافسة على لقب النسخة الحالية من العصبة. وتأهل الفريق الودادي إلى الدور نصف النهائي عقب فوزه على شباب بالوزداد، وسيواجه الفريق بيترو أتلتيكو الأنغولي الأخير المتأهل على حساب فريق ساندونس الجنوب إفريقي. إلى هنا نصل لنهاية الفيديو. دمتم في أمان الله وحفظه. إلى اللقاء.